صاحبة المتألقات بالنسبة لهذا التخصص. إذن ينطلق السباق النيجيرية وأيضا الجامايكية، والسرعة 12 ثانية طليحة تماما بالنسبة لهذه التصفية الثالثة. جهد كبير يبذل من البطلات المشاركات، كذلك الجامايكية صاحبة المركز الثاني والبولونية صاحبة المركز الثالث إضافة الرابع، تأهلوا بأربعة. نعم، إذا هناك البطلة النيجيرية تومسون 12 ثانية 74 المركز الثاني، وهناك البطلة 12 ثانية 75% الزمن الثانية، والرابعة التي تأهلت أيضا 80% جزءا من الثانية. بالنسبة للبطلات المشاركات، صحيح، لأن لما جدا لأن ليس هناك ضغوطات على البطلات، لأن ممكن تحصل في بعض المجموعات